من جانبه أكد الدكتور عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية أن الحوار الوطني أصبح يمثل حالة مهمة في الحياة العامة، لافتا إلى أن هناك حالة تنشيط للحياة السياسية المصرية. كما أكد حمزاوي أن دور الحزب السياسي هو التعبير عن توجهات واهتمامات القطاعات الجماهيرية، مشيرا إلى ضرورة اندماج بعض الأحزاب. بالتأكيد الحوار الوطني أصبح يمثل حالة مهمة جدا في الحياة العامة وفي الحياة السياسية المصرية. احنا بعد فترة طويلة من عدم التحاور بين أصحاب الآراء المختلفة، بين أصحاب وجهات النظر المختلفة حوالين قضايا سياسات عامة، سواء الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي، احنا بنقعد مع بعض في نفس القاعة وبنتحاور حوالين قضايا أحيان بتكون قضايا شائكة جدا. انت بتتناول قضايا متعلقة بمباشرة الحقوق السياسية، قضايا متعلقة بقانون الأحزاب السياسية والأمور الإجرائية والتنظيمية المرتبطة بالأحزاب السياسية، كان جلسة اليوم بتناقش قضايا متعلقة بحقوق الإنسان، بتناقش قضايا متعلقة بحرية الرأي والتعبير، وقضايا اقتصادية واجتماعية حوالين أولويات العمل الوطني، أولويات مصر الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة. هي قضايا شائكة بحكم تعريف الأمور وبحكم طبائع الأمور، وبالتالي لما نوصل إن احنا في الأسبوع السادس وبنتحاور مع بعض وفي مخرجات تخرج عن الأمانة العامة للحوار الوطني وفقا للجلسات وللمداخلات المختلفة، احنا أمام حالة تنشيط للحياة السياسية والحياة العامة. أنا أتمنى أنها تستمر، وأتمنى أن فوائدها ومزاياها ومردودها الإيجابي يعم على كل المشاركين في الحياة السياسية، وعلى كل قبل كل ده على كل مواطنة ومواطن مصري، وطبعا على الدولة والمؤسسة.